بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم التاريخ 23/11/2017 في الآونة الأخيرة، ولله الحمد بسبب توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعريف الناس وتعريف العاملة بما تحوي المملكة العربية السعودية من تراث إنسان حضاري عالمي يرجع لآلاف السنين. كثر الحديث عن الباحثين في جميع دول العالم من خلال صور جوجل إيرث عن هذه الأشكال الحجرية المتنوعة فوق الجبال وفوق الهضاب وفوق الحرات، عن هذه الأشكال وهي أنواع متنوعة، واللي نتكلم عنها كل العالم وكلنا كسعوديين وكباحثين وكهواة. دعونا نتكلم، نعرف العالم بما تحوي هذه الأرض. تكلمت شخصيا، تكلمت عن هذه الأشكال الحجرية في المملكة العربية السعودية في الجزء الرابع من خطى العرب في مدافن عين فرزان. شوفوا الجزء الثاني، الحلقة الأولى من الجزء الثاني من برنامج على خطى العرب، الحلقة الأولى من الجزء الثاني من برنامج على خطى العرب في مدافن عين فرزان، وتكلمت قلت شخصيا أن هذه المدافن اللي تعد بالألاف أرى شخصيا أنها ترجع لقوم عاد، قلت ذلك قبل 3 سنوات من الآن، ترجع لقوم عاد لأن هذه الأبنية، هذه الضخامة، هذه القوة ليسوا بشر عاديين، لأن بعض الصخور الآن لا يمكن 10 ولا 20 رجلا يرفعونها من الأرض، لا ترفع الآن إلا بونش أو كرين. طيب ذاك الوقت كيف رفعوها؟ والله ذكر عن قوم عاد في القرآن اللي هم جو بعد من؟ جو بعد نوح، جو بعد الطوفان، ونوح جاء امتداد لآدم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله مدهم ببسطة في القوة وفي الجسم وفي الطاقة، وناس جبارين وناس طبعا آثارهم باقية، كل شيء موجود في القرآن. الآن المدافن اللي احنا نشوفها بالسعودية وسترونها في هذا الفيلم الآن، بس بعطيكم مقدمة سريعة، أرجوكم اصبروا معي شوي وتابعوا الفيلم. عندنا آلاف الأنماط، مئات الأنماط من المدافن، شيء على شكل رأس زي الثعبان المقرن ثم ذي، ونجد غرفة الدفن في هذا المكان، أحياناً هنا نجد مدفن دائري وبوسطه دائرة، هذا مكان الدفن وطالع منه ذيل، أحياناً الذيل على شكل ثقب مفتاح وبدون أهالي، أحياناً دائرة وبوسطه دائرة، أحياناً دائرة، أشكال ليس المجال هنا ذكرها. مئات الأنماط نجدها في كل الجبال والمرتفعات في المملكة العربية السعودية وفي الجزيرة العربية عموما. طبعا في بالعالم أشكال زي هذه لكنها ليست بهذه الكثرة، ما فيه بالعالم كله، ولا سردينيا سترونه بالفيلم لما رحت الجزيرة سردينيا بإيطاليا لا يوجد بهذه الكثرة، هي مئات آلاف، لكن بالمملكة العربية السعودية أنا والأستاذ عبد الرحمن السنيدي عدينا أكثر من 1,000,000 مدفن. آخر شيء وقفنا العد لهذه الأبنية الحجرية. طبعا الآن في العالم كثر الحديث عن هذه الأبنية الحجرية. هذه المدافن اللي أنا ذكرتها لكم، بعض الباحثين عندنا قالوا إنها علامات طرق وقوافل، هذا الكلام غير صحيح. علامات الطرق موجودة نعرفها، وبعض الباحثين تكلم عنها، تجد مثلا رجم دائري هكذا مبني، يعني نجد فوق رأس جبل أو مقدمة الجبل رجم قايل كذا مبني من صخور مصفوفة، معروف هذا، نجده على طرق القوافل اللي هي طرق البخور القديمة، نجده على إيش؟ الطرق اللي مهدتها السيدة زبيدة رضي الله عنها، رحمها الله ورضي الله عنها، على طريق الحج البصري والكوفي، أميال نجدها على طريق أسعد الكامل اللي سمي خطأ بدرب الفيل نجدها. لكن المقصود بهذه المدافن وهذه المذيلات المنوعة المتنوعة هذه نجدها في الحرات وفي الجبال في أماكن ما تمر من عنده
قوافل. إذن هذه أميال، صحيح هذه أميال ورجوم لعلامات طرق، لكن ليست كثيرة، قليلة، نجدها فقط على بعض الطرق وبعضها حديث، لكن اللي نتكلم عنه هذه اللي نراها من الأقمار الصناعية بالمئات الآلاف. إذن هذه الأشكال، طبعا هذه المدافن تكلموا عنها زي ما قلت لكم علماء، لكن لم يعرفوا ما المقصود منها. شخصيا أنا نزلت للميدان وعلى مدى 20 سنة ونقبت ووجدت عظام ووجدت أدوات حجرية، وغيري من الأكاديميين زي الدكتور عبد العزيز الغزي وبعض الباحثين اللي نقبوا بأماكن لكنهم فسروها تفسيرا أثاريا، يعني أطوار ولم يربطوها بحضارات ولا طرق ولا شيء، لكني حاولت جهدي أني أربطها وأستنبط من القرآن ما هو مذكور في القرآن وأربطها بحضارات وأربطها بطرق البخور وأربطها بطرق الحرير وأربطها بالممالك القديمة وبالتحليل المنطقي. هذه المدافن سترونها، يبقى عندنا المصائد. المصائد اللي يسمونها بعض الباحثين اللي جوا للسعودية بوابات، هي ليست بوابات، هي مصائد لحيوانات تدخلها الحيوانات. نجد بناء طويل من جدار لا يتجاوز ارتفاعه متر أو نص متر، وهذا بين هذا وهذا أحيانا 200 متر، 200 متر، ونجد في كل زاوية عدة دوائر يختفون فيها الرجال معهم السهام، نجد دوائر في رؤوس. ما الذي يحصل؟ الحيوانات تجي تدخل وهي لا تعلم، ثم تريد أن ترجع. طبعا هي الدخول واسع بدون ما يحسن، بدون ما يعرف أنه اندخل هذا المكان، ثم يأتن إلى هذا المكان فيخرجون عليهن الناس فيهربون إلى هذا المكان، وهل هم جرى؟ لكن هذه البوابة ضيقة. لكن السؤال الآن، هذه نجدها بأشكال كما قلت لكم أشكال كثيرة جدا، أحيانا على شكل رجل، أحيانا على شكل كلب. على شكل شجرة أحيانا، وبكل مكان دوائر. السؤال المهم الآن، هي نجدها في الحرات وفي الأماكن الأرض قاحلة. الحيوانات عندما تدخل في عقلا، هذا الجدار لا يرتفع نص متر. الغزلان والمهلوضيحي اللي هم فصيلة الأبقار باستطاعتهم إنهن يتخطن هذا الجدار بكل بساطة، ليعرف الصيد يعرف هذا الكلام. لكنه قبل 10,000 سنة في عصر السافانة في الجزيرة العربية، عصر الأمطار، لم يكن هذا الحال. كان خارج هذه المتاهة يوجد أشجار، يوجد عشب، يوجد نباتات وأشجار. ما الذي أعتقد أنهم يفعلون في ذلك الوقت؟ أعتقد أنهم يضعون على هذا الجدار أغصان كثيرة، بحيث أن الحيوان عندما يدخل يقارن بين، يعني لا يعرف أنه دخل، لأنه كله نفس النمط، كله إيش؟ عبارة عن أشجار. لكنه الآن في هذه القحولة لو أتت الحيوانات هل ممكن تدخل؟ لا. اثنين، هل هذا الجدار سيمنعها من التجاوز؟ لا. ثلاثة، حتى لو وضعنا الآن أشجار على هذه المتاهة، سوف الحيوانات تقارن بين هذا وهذا، هذا جاف لا يمكن تدخل سيات. إذن في ذلك الوقت، وهذا مثبت بالمناخ، أن الجزيرة العربية لم تكن قاحلة بل كانت سافانة، وقبلها كانت غابات مدارية في العصور الحجرية الحديثة والقديمة. فكانوا يضعون أغصان، ربما يضعون أغصان لمدة أسبوع ما تجف خضرة، فالحيوانات تدخل لأنها ترعى وهي لم تعلم أنها دخلت إلى متاهة، والرجال متخفين في هذه الدوائر ومعهم السهام معهم الرماح، فتدخل الحيوانات فتحصل لهن يعني هذه الخدعة. فهي الآن الناس يستغربون ما هذه الأشكال، لأنه لم تكن الأرض قاحلة مثل الآن. أيوه. الآن نجي للمرحلة الثالثة من شرحي. إذن عندنا
عندنا أنماط حجرية كثيرة جدا للمدافن، اللي لأنه هذه المدافن الآن وجدنا في كلها عظام، وكانوا يدفنون الناس على هيئة القرفصاء. نجد أحيانا برأس المثلث، وسترونه في الفيلم. وجدنا أدوات حجرية كثيرة هنا، وأيضا وجدت أدوات برونزية يعني قبل 5000 سنة، لكن الأدوات الحجرية قبل عشرات، قبل 10,000 وقبل 12,000 سنة. ماذا يدل هذه الأبنية وهذه التعقيدات؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين، قوم عاد كذبوا المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ بكل ريع، بكل مرتفع، بكل مشرق من الأرض نجد هذه المدافن. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ شوف القرآن قال أتبنون بكل ريع، بكل ريع، ما فيه ريع أو مرتفع أو هضبة أو جبل في السعودية إلا عليها مدفن مسنن مذيل راس دائري. آية هي فعلا الآن كل العالم أثارتهم، شو تراها من الأعلى بأشكال كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف المدافن ولا يعرف العلم الآثار، لكن هذا إعجاز قرآني، ولا الصحابة عرفوا هذه الأشياء. أتبنون بكل ريع، بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني البيوت والقصور. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، زي ما قلت لكم الصخور الضخمة ذي من يحملها هذه الأشكال هذه الأنماط. والله زادهم بسطة في الجسم. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. إيش أمدكم؟ بأنعام وبنين وجنات وعيون. فيه جنات أيام هذه المدافن اللي نراها بكل كل أنحاء الجزيرة العربية، لم يكن هذا الوضع زي القحولة. هذه صخور ضخمة لا ترى إلا من الأقمار الصناعية، لما تكون في الأرض لا تراها ولا تستبينها، بأشكال كثيرة الأنماط. أنا كنت أقول 12 نمط، لما رحنا في الرحلة الأخيرة لحرة خيبر إلى تتجاوز الأنماط إلى 60 نمط إلى 70 نمط من هذه المدافن المعقدة، الأشكال المذهلة. بعدين نعرف أن الله ذكر قوم عاد أورثهم الأرض بعد قوم نوح، وذكروا الله في القرآن، وانتشروا في الجزيرة العربية وسيطروا على طرق التجارة وبقيت آياتهم. إذن هذه الأشكال مذكورة في القرآن الكريم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، فعلا هي آية لما تراها الآن، وعديناها زي ما قلت لكم بالملايين، وهذه هي قصتها. وسترون أرجوكم تابعوا الآن الفيلم، سترون الأماكن اللي أنا وقفت عليها في الميدان، والأماكن اللي نقبت عنها، واللي ذكرها علماء قبلي ومتخصصين أكثر مني، لكني أنا حاول جهدي، وهذا تفسيري لها، والله تعالى أعلم. نحن ذاهبون إلى عيني فرزان في الخرج لنوثق الركامات اللي تعد بالآلاف، ركامات حجرية ومذيلات، هي أضرحة الحقيقة من عصور حقب زمنية مختلفة، من العصر الحجري القديم الأعلى، ومن الوسيط، ومن العصر الحجري الحديث، وأيضا من العصر البرونزي. فالخرج سوف تكون أولى محطاتنا، وهي مقابر عيني فرزان، لنوثق لنرى الأحياء. كيف نعرف الأحياء من دون ما نعرف الأموات؟ الآن ذاهبون حنا إلى مدينة أموات لكنها خلدت من آلاف السنين لأسباب سنعرفها عندما نصل إلى المكان. نحن الآن في عين فرزان في الحوض الشمالي الشرقي، حوض الخرج الشمالي الشرقي، يقع مدافن كثيرة بحوالي أكثر من 2000 مدفن
أول من اكتشفها الرحالة والمستشرق المعروف هاري سان جون فيلبي عام 1918 ميلادي، وأول ما جاء اكتشفها كان في بعثية من الإمام عبد الرحمن الفيصل رحمه الله ليرى كيف يستثمرون عين فرزان، لأن الخرج كله عيون، ومن العيون القنوات اللي تمشي تحت الأرض فرزان. فلما رآها عبد الله فيلبي، وعبد الله فيلبي رحمه الله هاري سان جون فيلبي قبل ما يسلم هو أول من اكتشف هذا المكان وكثير من الأماكن، هو يعود له الفضل بعد الله لأماكن كثيرة في الجزيرة العربية. أول ما رآها ظنها مساكن، لكن لما أخبر أحد الأساتذة، لأن عبد الله فيلبي ليس مختصا بالآثار، فأخبروه أنها قبور قديمة، فالأستاذ عبد العزيز بن سعود الغزي ألف عنها 1200 صفحة عن المنشآت الحجرية في محيط عيني فرزان، وهي طولها 16 كيلو متر بعرض 5 كيلو متر، كلها مذيلات ضخمة، ولا يمكن أن نعرف الأحياء ما لم ندرس هذه المذيلات الضخمة التي بقيت من آلاف السنين. لماذا؟ لأنهم وجدوا لقى هنا من العصر الحجري الوسيط والأعلى قبل 30,000 سنة، والوسيط والحديث، وأيضا وجدوا الأستاذ عبد العزيز الغزي لما نقب فيها في هذه المذيلات الضخمة والقبور الركامية الضخمة وجد رؤوس سهام من البرونز، ووجدوا سيف، ووجدوا مطرقة، يدلنا هذا أن هذا المكان، هل الكم الهائل من هذه الركامات الكثيرة تدل على حياة اقتصادية ورفاهية كبيرة جدا، ولا لماذا بنوا هذه الركامات بهذه العظمة؟ وهذا جزء من المدافن الركامية الكبيرة، هذا يبدو أنه من العصر الحجري الأعلى، يعني قبل 30,000 سنة كما يرى البروفيسور الدكتور عبد العزيز بن سعود الغزي. سفح هذا الجبل، يعني سلسلة جبل فرزان، هذا من الجهة الشمالية منها على شكل مستقيم، لأن هذه المدافن على فترات مختلفة، ليست فترة زمنية واحدة، لكن هذا من قدمه وطريقة الصخور اللي فيه هو يعتبر الأقدم. وهذا أيضا ضريح ضخم يوجد بين الاستراحات، العمود الصخري هذا طوله أكثر من متر ونص من غير اللي تحت الأرض، وهو لشخص واحد في هذه الضخامة، وهذه الصخور التي حاميته مع الجهات الأربع لشخص واحد. طبعا كما نقب الأستاذ الدكتور عبد العزيز الغزي هنا، هذا الظاهر من الضريح، لكن في الأسفل يوجد غرفة كاملة للدفن، وليس دفنا عاديا، إنما هو دفن جنائزي متقن، غرفة كاملة فيها غطاء صخري، حتى أنهم الذين بنوها من قوم، الذي أرى شخصيا والله أعلم أن الذين بنوا هذه الأضرحة في عين فرزان هم قوم عاد، نعم، لأن الله أعطاهم بسطة في الجسم، وهذه الأضرحة الضخمة لشخص واحد قسمها الأستاذ عبد العزيز الغزي إلى أن العمل فيها يستغرق 3 أشهر، 17 رجل يعملون متواصلا ليبنوا هذا الضريح الضخم اللي الآن باقي من الألف الرابع قبل الميلاد وقبله. طبعا هذا لا يتم إلا بالتحليل الكربون 14 المشع. هم عملوا أيضا طريقة عن اللصوص، يعني هذا الظاهر، لكن تحت هذا الركام يوجد غرفة دفن سرية، لا يستطيع من يزيح هذا الركام أن يكتشف ما تحت هذا القبر. لكن للأسف كما نرى أن هذا المكان
موجود بين الاستراحات، وهي آلاف مدافن عين فرزان تعد بالآلاف على امتداد جبل فرزان اللي يمتد من الشرق حتى الغرب في حوض الخرج بامتداد 7 كيلو أو 12 كيلو متر وعرض كيلو. طبعاً أول من اكتشف هذا المكان هو الرحال المعروف هاري سان جون فيلبي عام 1918 ميلادي، وهو في طريقه إلى وادي الدواسر، وأول ما رآها ظنها مساكن، لم يكن يعرف أنها قبور. فلما ذهب إلى الجمعية البريطانية الجغرافية أخبره الأستاذ الآثار هوغارت أنها ليست مساكن إنما هي قبور. وعندما قلت والله أعلم أنها بناء قوم عاد، لأن القرآن الكريم ذكر أن قوم عاد أصحاب بنية قوية، من بنى هذه الصخور وقصها وجلبها إلى هذا المكان المرتفع في سلسلة جبال أو جبل عيني فرزان ليسوا ناسا عاديين. وأيضا هذا يثير الباحثين، كانوا يظنون أن وسط الجزيرة العربية هو مكان للرعي والصيد، لكنهم لم يعرفوا أن هناك، أو كتبوا أن هناك أقوام استوطنت. أيضا هذا يدل على الرفاهة الاقتصادي، كيف شخص يبني لنفسه قبر بهذه الضخامة وغرفة دفن ويأخذ مدة طويلة، كما ذكر ذلك الدكتور عبد العزيز الغزي، في مجسات وفيها لقى كثيرة وجدوها ومعلومات كاملة ليس هنا المجال ذكرها. لما قلت قوم عاد لأن هذه القبور تبدأ من القرن الخامس، الألف الخامس قبل الميلاد، رجوعا إلى العصر الحجري الحديث. فهذا أيضا يغير نظرية أنهم يظنون، الكثير من المؤرخين يظنون أن الحضارات بدأت في شرق الجزيرة العربية، في يبرين وفي هجر وفي دلمن. أيضا يجب أن نشير أن كثيرا من هذه المدافن في عين فرزان التي تزيد عن 5000 مدفن، وكثير منها أزيل وعبث به على امتداد 12 أو 7 كيلومتر بعرض كيلومتر، شبيهة جدا طريقة الدفن في دلمون أو في البحرين الآن، الركامات الشهيرة الموجودة هناك. فالحضارة العرب بدأت من نجد ربما وامتدت شرقا إلى هجر وإلى دلمون. طبعا الوضع الاقتصادي هنا الطقسي والمناخ لم يكن بهذا الجفاف قبل 8000 وقبل 7000 وقبل 10000 سنة. وهذا أيضا ضريح ضخم، هذه الصخرة الظاهرة من الأرض حوالي طولي 1.78 سنتي، انظروا إلى ضخامتها. ولذلك عندما قلت إن هذه المدافن في عين فرزان ربما والله أعلم من أيام عاد أو قوم عاد، لأن عاد كما تعلمون هي إرم ذات العماد التي عذبت أو دمرت، لكن حضارة عاد قبل العذاب مستمرة مئات السنين، وليس كلهم من قبل لم يكونوا مؤمنين، إن اللي حصل عليهم العذاب هم الذين كفروا بهود، بالنبي هود. لذلك هم إذا قلنا أن إرم ذات العماد في الأحقاب في جنوب الجزيرة العربية، فما الذي أتى بهم إلى وسط نجد؟ نقول إن ربما هي حضارة امتدت كالحضارة السبائية والحضارة الحميرية والمعينية، سيطرتهم طويلة ليست على المكان أو على الأحقاف فقط، إنما امتدت، وربما النمط المعماري والحضاري استمر لأقوام أخرى. هذه الصخرة لا يستطيع أن يحملها ولا 20 رجلا حسب ظني وحسب ضخامتها. أيضا هذه عملت فيها الرياح والتعرية، عملها لأنها صخرة رملية من ساندستون كما ترون، عملت فيها عملها، والتي كانت أضخم من ذلك بكثير. المذيل أو المدفن المذيل، والمذيل
يبنى بهذه الطريقة مثلث هكذا، ثم يدفن الشخص في الوسط أحيانا مائل يمينا أو شمالا، ويوضع الذيل الطويل على حسب أهمية الشخص، فهو بهذا الشكل. أحيانا هذا الاتجاه شمالا وجنوبا وغربا ليس دليلا على شيء آخر، ويبنونه غالبا في مكان مرتفع، يبنونه غالبا في مكان مرتفع من صخور ضخمة وغرفة دفن دقيقة الإتقان في أسفل هذا المذيل. وفي محافظة الشماسية في القصيم في المستوي، الصحراء المستوية العظيمة اللي يقولون عنها في المثل المهتوي يقطع المستوي، يوجد مذيل وهو شبيه للأنماط الموجودة منتشرة في الجزيرة العربية في وادي الدواسر وفي الخرج وفي الفاو وفي تيمة وفي خيبر وفي الغريب أن هذه الأنماط لها مثيل في قارات أخرى من العالم، وهذا يحتاج بحث. وأنا أهيب بالشباب، هذا رأس المثلث يوجد تحته غرفة دفن، ويوجد شخص مدفون مهم عاش في تلك العصور السحيقة، يوم كان هذه الأرض غابات وكانت انهار في العصور المطيرة، لذلك هذا البناء الضخم المثلث ثم الذيل الذي يتجاوز طوله 100 متر بصخور ضخمة جدا يستغرق بناؤه أشهر، ويدل على ذلك في ذلك الوقت أن الإنسان لم يكن متخلفا في ذلك الوقت أو أن عقله صغير، لا، كما يقول أصحاب النظرية الداروينية والذي يريدون أن يروجوا لها ويريدون أن يصدقوها ليس صحيحا. هذا الإنسان عنده اطلاع وعنده حضارة وعنده بعد حضاري والتزام بالمكان الذي يعيش فيه. فهذه المستوي، هذه نفود الثويرات يقع خلفنا، وهذا كان وادي دائم الجريان قبل في العصور المطيرة. وهذا الرجل المدفون هنا يبدو أنه شخص مهم، في أحياناً الذيل يصير 20 متر وأحياناً 10 أمتار وأحياناً يصغر وأحياناً يكبر وحسب أهمية هذا الشخص، وهي من حجارة كبيرة مغروسة في الأرض، وغرفة الدفن في رأس المثلث. وأنا أهيب بالشباب ألا يعبثوا بهذا المكان وأن يحافظوا على تراث بلدهم، ليس هنا شيئا مدفونا ذهب ولا غيره، لأنه في تلك العصور السحيقة لم يكتشف الإنسان الذهب كمادة قابلة للتعدين، هذا رجل مدفون معه أحجار فقط لا غير. وفي المستوي في الشماسية ومن الأنماط المختلفة للمدافن السحيقة يوجد مدفن دائري وليس مذيل، المدافن الدائرية ولها شبيه في أماكن كثيرة في العالم. الغريب في هذا المدفن وضعوا صخرة ضخمة يتجاوز وزنها لا يقل عن طن، وتحتها فتحات لأنهم يؤمنون بخروج الروح للحياة الأخرى، هم يؤمنون في ذلك الوقت طبعا لأنهم من أحفاد آدم، أحفاد آدم كان عندهم دين، فهم يرى أن الروح تخرج من هنا من تحت هذا المدفن. طبعا المدفن هذا دائري ضخم وكان مصموتا صمتا بالحجارة، والدفن في هذا المكان لكنه تعرض للعبث وتعرض للتخريب وأخذ الصخور منه وبقيت هذه القواعد. وفي محافظة الشماسية نجد مذيل آخر أقصر من المذيل السابق، لأن الشخص اللي فيه ربما أقل أهمية من الذي قبله. ونحن عندما نقف في هذا المكان لسنا نريد أن نبحث فقط عن تاريخ الجزيرة العربية، لا، حنا نريد أن نبحث عن تاريخ الإنسانية جميعا، والإنسان كيف كان يعيش، لنعرف كيف عاش في تلك العصور السحيقة وبماذا كان يفكر. وهذه الغرفة الكبيرة للدفن ترتفع 3 أمتار، وكان يوضع فيها الشخص على شكل القرفصة كما في جميع أجزاء الجزيرة العربية، يوضع هذا مكان
الدفن، لكنه تعرض للنبش منذ زمن طويل. وهذا المذيل الضخم اللي طالع من هذا المدفن. ارى في جوجل ايرث مبنى اثري حجري دائري فوق هذه الهضبة العملاقة. اليوم الجمعة 17/4/2015 قلت لا بد ناتي وانظر واتسلق وانظر ما هذا المبنى الاثري. اخيرا وبعد جهد جهيد وصلت الى المبنى الاثري اللي في اعلى هضبة جبل. شوفوا الصخور، شوفوا شلون صخور ضخمة مقصوصة، قص مقصوصة ليست عشوائية. طوله لا يقل عن 2.5 متر، دائري ضخم. طبعا انا كنت اظن انه معبد، لكنه ليس بمعبد، واضح انه مدفن. سننظر ما بداخله. انظروا الى الصخور، انظروا الى هذا الجهد الكبير اللي هذا الانسان اللي يسمى بدائي حجري في الجزيرة العربية، كيف يعني يفكر الطقس اللي عنده هذا الشخص المدفون هنا. يعني الجبل اخذ من 2.5 ساعات الى 3 ساعات صعود. هذا مواجه. هنا حصلت معركة يوم جبل اليوم العظيم من ايام العرب، وسترونه في الجزء الثاني من على خطى العرب. الان خلونا نرقى. طبعا الصخور الضخمة ذي اكيد انها مقصوصة. شوفوا القص، انظروا قص الصخور، انظروا شوفوا هذا قص. الآن سنرى في داخلها هنا الدائرة الضخمة ذي، وبداخلها المدفن تعرض. شوفوا بوسط الدائرة دائرة صغيرة، هذا المدفن. شوفوا العظام، شوفوا العظام. إذا هذا المكان تعرض للتخريب منذ زمن بعيد، رغم أنه محمي هذه الحماية الكبيرة. هذا الغطاء. وأخيرا عرفنا أنه مدفن، لكنه يدل على ثقافة وتحضر، وأن هذا الإنسان في العصور الحجرية السحيقة في الجزيرة العربية لم يكن بدائيا، وأن لديه الوقت ليبني مدفن يستغرق مدة طويلة ربما أشهر لقص الصخور وصفها بهذه الطريقة المتقنة بدون اسمنت، وبقيت إلى هذا اليوم. فهذا يدل أنه كان يعيش رفاهية وكان يعيش اقتصاد، وهذا سنشرحه في الجزء الثاني من على خطى العرب.